بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للحصول على صبغة أشقر ذهبي للشعر طبيعية بدون حناء أو أكسجين أو مواد كيميائية بطريقة طبيعية بمواد فعالة لتلوين الشعر، نحتاج في هذه المكونات إلى صفاري البيض، المكونات حسب طول وكثافة شعرك أنت. نحتاج للمكون الرائع جدا وهو الكاموميل، أي زهرة البابونج، دورها فعال في هذه الوصفة. نحتاج للكركم، بديل الكركم هنا هو الزعفران، إذا كان لديك زعفران طبيعي أو العصفر يمكن استخدامه. نحتاج لملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون، ونحتاج لخل التفاح، بديل خل التفاح هنا هو عصير الليمون. أولا نأخذ زهرة البابونج ونقوم بطحنها في مطحنة التوابل والبن، نطحنها على شكل بودرة ناعمة. فالدور لهذه الصبغة يكون دور زهرة البابونج، هي الفعالة في تلوين الشعر. نقوم بطحن زهرة البابونج، وبعدها نقوم بغربلته للحصول على بودرة زهرة البابونج. طبعا الباقي هنا لا نرميه، باقي زهرة البابونج نقوم بغليه في الماء ونستخدمه كآخر شطفة عند غسل الصبغة. ثم نأخذ صفار البيض، قلت المكونات هنا تكون حسب طول وكثافة شعرك، لكل 2 صفار البيض لدينا هنا 3 ملاعق طعام كبيرة من بودرة الكاموميل زهرة البابونج، كل هذه تكون 3 ملاعق طعام كبيرة. ثم نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونضيف 2 ملاعق شاي صغيرة من الكركم، يجب أن يكون هنا الكركم أعواد ويكون مطحون. نضع 2 ملاعق شاي صغيرة، قلت البديل هو الزعفران أو قلت العصفر. ثم نضيف ملعقة شاي صغيرة من زيت، عفوا ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون، ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا. وبعدها نضيف 2 ملاعق طعام كبيرة من خل التفاح، البديل هو عصير الليمون، نخلط تدريجيا. حتى الحصول على صبغة طبيعية للشعر وهذه هي الوصفة المتحصل عليها. نقوم بتوزيعها على كامل الشعر.
لا يجب أن يكون الشعر نظيف أو مغسول من قبل، توزع جيدا، ويجب لف الشعر بالبني البلاستيك أو بأي قبعة حمام تستخدمينها، ويجب أن تتغلغل جيدا هذه الوصفة بخصلات الشعر، تترك من ساعتين إلى 4 ساعات. هذه الوصفة تعطي مفعولها من أول استعمال، خاصة مع صاحبات الشعر البني، وكل ما كان شعرك لونه أفتح كلما كان تأثيرها قوي والنتيجة تظهر من أول استعمال. إذا كان شعرك داكنا أو أسود، نحتاج أولا لعمل بخاخ البابونج لتفتيح لون الشعر. نقوم بغلي كوب من البابونج في حوالي 4 أكواب من الماء، ونستخدمه كبخاخ على الشعر لتفتيح لون الشعر تدريجيا، وبعدها نستخدم هذه الوصفة، ولكن ظهور النتيجة لا يكون من أول استخدام، يجب استخدامها من 4 إلى 5 مرات لتفتيح لون شعر صاحبات الشعر الأسود أو الداكن تدريجيا. هذه الوصفة فوائدها كثيرة للشعر. قلت أن هذه الوصفة تبقى من ساعتين إلى 4 ساعات، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب، قلت، وآخر شطفة تكون بمغلى البابونج المتبقي بعد الغربلة، تكون آخر شطفة والنتيجة تظهر من أول استخدام. آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات، يمكنهم استخدامها وبكل أمان، حتى البنات الصغار، وبالنسبة للبنات الصغار لمن لديهم شعر أشقر طبيعي، للحفاظ عليه أنصح ببخاخ البابونج بعد كل استحمام. هذه الوصفة إذا عملت كمية كبيرة يمكن الحفاظ عليها في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق صالحة لمدة أسبوع كامل. هذه الوصفة تحتوي على صفار البيض. صفار البيض به نسبة من الكبريت يساعدك في علاج قشرة الرأس، ويعمل على زيادة لمعان شعرك، إضافة إلى خل التفاح أو عصير الليمون يساعد على منع تساقط شعرك ويساعدك في نموه من جديد. فهذه الوصفة بالإضافة إلى أنها تصبغ الشعر فهي مغذية للشعر. وزهرة البابونج هنا تعمل كمضاد حيوي لفروة الرأس، وتحمي الرأس من القشرة والالتهابات. كذلك هي تعطي الشعر لمعة ومن أول استخدام. والبابونج يعمل كالبلسم، يعمل على تنعيم شعرك ويخلص من التشابك، ويقوي بصيلات الشعر لتنمو بشكل أفضل دون تقصف. كذلك يعالج تساقط الشعر ويجعله كثيفا. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.